إعطاء الرخصة لغير المؤهلين هي جريمة وعد بمحاربتها رئيس الجمهورية في آخر قراراته بخصوص السلامة المرورية. فكم من سائق يقود مركبته دون إلمامه بقواعد السلامة المرورية ودون معرفته لأبسط قواعد المرور، ضارباً بذلك النصوص والقوانين. من خلال عملنا الميداني والمتواصل مع السائقين لاحظنا عديد التصرفات السلبية والتجاوزات التي يقوم بها السائقين في مختلف الطرقات، والمديرية العامة للأمن الوطني ومصالح أمن ولاية الجزائر متمثلة في مختلف فرق الأمن العمومي تقوم جاهدة على محاربة الظواهر السلبية عبر الطرقات، وباعتبارنا أنه من مهامنا تأمين السائقين وممتلكاتهم سواء ردعياً أو وقائياً، فالجانب الردعي هو في حد ذاته تأمين للسائقين الآخرين. ففي طرقاتنا نلاحظ تهور هؤلاء سواء عن عمد أو عن جهل أو تقصير. مصالح الأمن العمومي المتواجد عبر أرجاء الوطن والأمن العمومي لولاية الجزائر كمثال تعيش يومياً تصرفات غير مسؤولة من سائقين لا يفرقون بين المنع والخطر أو بين الإلزام والإرشاد. هذه والله ما عرفتها يا أخوي. والله قادي والله ما عقلتهاش. حول ربما بلك. ليميت دو فيتاس ما كاش والله ما مبين. هذه ممنوع توقف الواحدة زوانا. حقيقة لاحظنا عديد الملاحظات أو المخالفات التي يقوم بها السواق، خاصة سواق حديثي التحصل على رخصة السياقة. من بين المخالفات لاحظنا السياقة المتهورة أو السرعة المفرطة أثناء سياقتهم سواء في طرقات سارعة أو داخل النسيج الحضري، هذا بالخصوص الأولاني. الأمر الثاني مثلا من المخالفات عندنا عدم استعمال حزام الأمان، أيضا عندنا مخالفة ثانية واللي تسبب عديد الحوادث المرور عندنا الاستعمال اليدوي للهاتف النقال. استعمال يدوي الهاتف النقال معناتها السائق ما يكونش مركز مع السياقة. هذه من أبرز المخالفات اللي يعني نلاحظوها ونسجلوها عبر مختلف النقاط المرورية أو حواجز المرور أو في الطرقات السريعة.